أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة، لن أكملها لكم، فأنتم تعرفون ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في المدينة. هنا في السجن حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاص وأمين. يا الله يا الله، كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان، كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مزيف محرم. صدقوني يا شباب، أنا أبكي وفي قلبي توبة لله، أعلم أنني سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام أبدا، لا لا أريد أن أرجع إلى الحرام. لقد أدركت معنى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بالله عليكم، بالله عليكم، يا من سمعتم قصتي ادعوا لي أن أخرج من سجني بقلب مؤمن تائب ونفس صادقة تقية. رأيتم هذه الصورة الأليمة يا شباب؟ أوصلت إلى مسامعكم هذه الألحان الحزينة يا فتيات؟ ترى هل انتفضت مشاعركم من قصة حنان؟ أسألكم بالله، أسألكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين، وكم أحمد بين شباب المسلمين، كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم، الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم ثم يلقون تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلا من فقر ورذيلة وأتعاب طويلة. إنه الشيطان يزين الشهوة العابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مميتة. آه من شبابنا وفتياتنا، آه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات